عسلامة. عسلامة. ايش قولك في العبيد اللي يطلبوك كان في المشاكل وفي الافراح يقولوا لك ديزولي جيت على غفله؟ اي برشا منهم عندي، برشا منهم اللي نسلك كل عندهم منهم الحكايه تبدا برشا من. فما اي فما برشا هكاك تبدا باش تفرح في حاجه ولا اي حاجه، حتى باش تستدعيهم يقولوا لك نخدموا ولا ما نعرف شنو، جيت على غفله ما حضرنا لهيش. لا يسمعوا بيك عندك مشكله، الناس كلها تولي تطلب فيك. اي في حاجه كي تبدا تفرح ولا يشوفوك هكا زاهيه ما يحبوكش، يحبوك ديما حزينه. علاش؟ هكاك بغض حسد، يحبوك زاد على مصالحهم. هكاك تبدا عندك مصلحه بيك، ما احلاش منك، الو وينك اش تعمل، مربوطه بالمصلحه اللي توفى مصلحتهم، ما عادش يكلموك حتى ميساج ما يبعثهولكش. علاش وصلنا هكا؟ والله يا ما قلوب ولا تغيرت. مين تلقاهم العبيد هذوما؟ تلقاهم في الاصحاب ولا في الاقارب؟ في الاقارب، في الاصحاب. الاصحاب هنا يتغيروا كل ما تمر بمرحله، يتغيروا كل مره تبدل الصاحب. فما كان شي قله معناتها تلقى صاحبك اللي يبدا مش على مصلحه، حتى ما تكلموش بعضكم مده، يكلمك بعد قديش، فهمت؟ تبدا هكا معناتها بلاش مصلحه، معناتها خاطر كل واحد عنده ظروف وكل واحد عنده معناتها حاجات معناتها نتاعو مشاكل وحاجات هكا. والاقارب ساعات ما يكلموكش، تكلمهم يكلموك، ما تكلمهمش ما يكلمهمش. وليت انا زاد هكا كما زاد علاقه مصالح في الاقارب ولا فما علاقه مصالح؟ مهمه برشا، زاد فما علاقه مصالح. فما صارت لك؟ ها صارت لك ولا؟ والله صارت لي، على خاطر انا ناس نحبهم برشا ويعنيوني برشا في حياتي، ما عملت معهم كان الباهي، كي مرضت ما استخسروش عليك حتى باش يشوفوك ولا باش يقولوا لك ان شاء الله لاباس، حتى باش يهزوا لك التليفون جست يبعثوا لك ميساج هكا. اي عبد معناتها ينجم حتى اي عبد يبعثه لك، ما يستخسروش فيك معناتها مكالمه، واهلا وينك لاباس، معنا بك مريضه، لأن البارح بركة مريضة معناتها لطف عليك، قلت حتى باش يجيني كريس كاردياك لطف. علاش؟ هاك من الضغوط هاكا، إرهاق جاني، إرهاق. كان شي الأقارب يكلموك أما الآخرين، خاطر مريت بأزمة أنا بكري، مرضت جيت عملت أوبيراسيون معناتها وكنت حبلة معناتها ومشي على روحه، ما يسألوش حتى، كان ما يكلموكش، ما يسألوش عليك، ما يقولولكش بيك ما بيكش، ما جملة معناتها جملة. انت معناها تعبت نفسانيا؟ انا الحمد لله يا ربي، اما مسؤولية حسيتها كبرت علي. عندك صغار ولا؟ عندي طفل. ربي يفضلهولي. عايشك. حسيتها كبرت المسؤولية وكل شيء، والحمد لله انا في عيشتي مع راجلي لاباس، فهمت؟ اما الضغوط نتاع العباد فهمتش، هذوكم اللي خلاوني انا. شكون اكثر عباد ضغطت عليك؟ برشا، ما نحبش نذكر اسامي، اما برشا. جوست قلنا منين، من الاقارب ولا من الاصحاب؟ لا الاصحاب عمرهم، لا عن اصحابها ما اثروش عليا. اما هكا انا من النوع اللي انا ريت نخزن في قلبي برشا، حتى كي نسمع كلمه نخزنها ياسر في قلبي، ما نسمع هكا ما نرجعش. وتحس هذا الكل يرجع ليك؟ اي هذاك علاش هو رجع لي، والبارح صرتو علاش قلبي معناتها بدا يضرب، خاطر نخزن. انا من نوع كلي حتى نسمع كلمه تجرحني نخبيها، نخزنها في قلبي، نخبي حتى لين هذاك معناتها الحاجه هذيك توصل الحاجه. انا كي جاش معايا راجلي البارح حتى من السخانه طلعت لي، كان جاش سهر عليا راجلي معناتها، والدنيا هذه ما يفيدك كان راجلك معناتها وامك وابوك. والله هي اسبابها مشاكل تقول انت؟ اسبابها ضغوط نفسيه من العبيد، هاو قال لي هاو قلت لي هاو حكايه فيها قيل وقال، اي هاو قاتلك هاو عملت لك هاو شبك تعمل هكا هاو درشني، خلي الخالق للخالق بالله. حاجات تتراكم، العبيد تحسهم كل العبيد كي ريتها، العبيد كي تبدا هكا تحسها العبيد كانت طيبه اللي يعفسوا عليها راه، اما العبيد كي تلقاها ما يعملوا وما يخلوا عادي، جد تلقاها مع عابثين في الدنيا معناتها يضحكوا ويلعبوا. والله ما كما نقولوا احنا كان الزوالك اللي قلبه حنين هذاك هو اللي تلقاها اللوطه. نحب نقول كلمه
نحب نعض. انا صغار عمي نحبهم برشا، وحتى خالاتي اولاد عمك، اولاد عمي الكل نحبهم، وصغار خالتي الكل نحبهم، الكل نحبهم اللي يكونوا مني الكل نحب. عندي يا عموماتي متعاركين مع بعضهم حكايه تافهه، معناتها حتى يكلموا بعضهم مش ما يكلموش، اما ساعات او انت تو مثلا ما يجوكش في عرس ما يكلموكش في مرض، كي تولد ما يفرحوا لكش، فهمت؟ فما حاجات توجع مثلا، فهمت؟ خاطرني انا تربيت هكا، ربتني جدتي معناتها امراه طيبه، معناتها ما نحكي لكش، حتى ما عندهاش تدخلك على معناتها محمصه بالحليب، فهمت؟ حتى ما عندهاش، هذا ابسط شيء. نحب نوجه نداء لعموماتي الكبار سيرتو، قربوا الشمل ما بين بعضكم، حتى امكم ماتت قربوا الشمل ما بين بعضكم، اخوات الدنيا فانيه معناتها. وراهو شو نقول لك، راهو هذا الكل العباد تهز في الكلامات بالفارغ بالفارغ، ما فما شيء. هذيك قتلك وهذيك عملت لك وهذيك، شكون اكثر عبيد قاعده تهز في الكلام؟ معناها الاخوات في بعضهم ولا نساء العموم؟ لا الكلهم نساء، اللي تحسهم نساء عمومات الكل، الكل زاد حبان زاد امي معناتها، مش يهزوا ولا اما يلطفوا شويه الاجواء، الكلهم نحب نقول لكم لطفوا شويه الاجواء وكونوا محضر خير، وخاصه عمتي وعمي الكبير كونوا محضر خير، و اجمعوا ما بين بعضكم خوات، خاطر انتم الكبار نتاع العيله، انتم اللي تلموا العيله الكل. بعد جدتي انتم لازم تلموا العيله الكل. انا مثلا بابا ما اشترب حتى شيء، لبس عليه رب مكون وخادم على روحه وكل شيء، جيست معناتها على روحه، معناتها نحبوا نقربوا الشمل ما بين بعض. حتى بابا عمل حاجات في حقه، معناتها مش معناتها انت، خاطر فما برشا حاجات يسمحهم معناتها تو دانكو في الاخر. شنو يقولوا هم؟ هو بابا يعني اخر حاجه، فما بيت كما نقولوا تهز في الكلام حتى لين اثروا على بابا، ومعناتها ما نعرفش كان الكلام هذا صحيح ولا لا، هذاك علاش بابا عمل حاجات يمكن ما فيهم غلط وفيهم صحيح، فهمت؟ شنو هما؟ بابا معناتها عامل توكيل كان الخوه، ومعناتها باش لكن الورث هكا كل شيء، عنده عامين عمي ما عمل حتى شيء، كي مشى معناتها هو ما شكش بيا معناتها، فهمت؟ مشى باش ينحي، جست باش ينحيه برا، باش ينحي الخلافات، مادام سمع اللي الخوات رجعوا ما بين بعضهم علاش يقعدوا، مشى باش ينحيه وكل واحد ياخذ حقه، فهمت؟ كي تنحي التوكيل لازمك تبع في الخوك عاد المنفذ، هي علاش بابا غلط؟ خاطر ما علمش خوه اللي هو باش يمشي له العاد المنفذ، اما كان ينجم يقول له بالتليفون، اما ذيك غلطه، خاطر فما عبيد راهم لطفوا برا ما نحكيلكش، ربي يسامحهم وان شاء الله ربي يكونوا في محضر خير. ديما العرك ما بين الاخوات على الورث. صحيتك على الورث ولا حي، وكان جي حتى ورث معناتها برشا ولا معناتها انا عبيد تحب هكا خويا معناتها هما، نقول لك حاجه، هما كان جات الام لمتهم من الصغرى ورباتهم بالسمح اللي يحبوا بعضهم وكل شيء مش متفرقين، رام يقعدوا يحبوا بعضهم حتى كبروا، اما الاكثريه زاد حتى كان من بعد الام ولا ابو يتوفاو يقعدوا اخوات الكبار هذوكم اعتبار الام والبو، لازمهم يلموا اخواتهم، لازمهم يتفاهموا زاده بالمعقول، يلموا ارواحهم مش يقعدوا مفرتين. صحيح انا عمتي كشتت وربط معناتها حتى النقاش ساعات تبدا، اما ما يصيرش بالتفاهم وتنجموا معناتها توصلوا الحل وترجعوا تتلموا في الاعياد ونتلموا في المناسبات. ونحب نقول لكم صغار عمي راني نحبكم لنا اليوم، اما انتم ما تكلمونيش انا ما عادش نكلمكم، الا ما خاطر انا تكلمت برشا برشا اللي في القلب في القلب، انا نحبهم برشا ما غير حتى شيء، ربي معاهم ان شاء الله ربي ينجحهم في حياتهم وكاو، اما ان شاء الله نرجع نتلموا كيما بكري كيما كنا صغار وسيفونير ما احلام كنا مع بعضنا وكهو، وربي يرحم جدتي ربي يرحمها، وان شاء الله ان شاء الله تطيح في قبرها، خاطر نصورها راهم يعرفوا معناتها اللي هما كيما نداء اخر العمومات، ان شاء الله ربي نحبكم تلموا خواتكم وترجعوا كيما بكري، خاطر الدنيا ما فيها حتى شيء، خاطر برحمه امي سالمه وكهو.